يعتبر التجسد معجزة عظيمة جدا، وهي مصاحبة لمعجزات كثيرة. هذه المعجزة هو أن الله اتحد بالناسوت في أحشاء القديسة مريم العذراء. طبعا رحلة الميلاد بيتكلم عن ميلادان وعن بشارتان. البشارة الأولى حدثت في الهيكل في أورشليم عندما زار الملاك جبرائيل زكريا وهو يقدم على مذبح البخور، وبشروا بمجيء يوحنا المعمدان. وطبعا هذه البشارة كانت لزوجة إليصابات اللي كانت تعتبر عجوز ومن السلك الكهنوت. بعد 6 شهور جاء الملاك جبرائيل إلى مدينة الناصرة ليزور شابة عذراء مخطوبة يهودية من بيت داود، كانت طاهرة مستسلمة لإرادة الله، وعمرها يمكن ما بزدش عن 15 سنة. بشرها بأعظم طبعا بشارة وأعظم افتقاد، أنها ستحبل وتلد يسوع المسيح. طبعا جاء المسيح من فوق، والله اختار مريم العذراء لتكون أم الرب، واختار مريم أن تحبل بيسوع المسيح. مريم اللي كانت عايشة في بلد صغير في مدينة الناصرة، وعلى الأرجح هذا هو بيتها، طبعا كل شيء معروف، كيف يكون لهذا وأنا لا أعرف، لست أعرف رجلا، لكنها أدركت الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، وأنه لا يوجد مستحيل عند الله. فهي استسلمت لإرادة الله، آمنت بكلمة الرب وامتلكت وعد الرب، وهذا بيتطلب إيمان عظيم جدا. ليكن لي كقولك. ثم باستسلام لإرادة الله قالت ها أنا آمت الرب. شيء جميل نتعلم من القديسة مريم العذراء أنها امتلكت الوعد، ورغم كل الظروف الصعبة ضدها لكنها آمنت وامتلكت هذا الوعد، وولد الرب يسوع المسيح من القديسة مريم العذراء. طبعا هذا الحبل وهذا الميلاد العذراوي هو أن المسيح جاء لم يتورث أو يتأثر بطبيعة الخطيئة من آدم، لأنه حبل به من الروح القدس حتى يكون المخلص الموعود، الملك، ابن الله، عمانوئيل، الله معنا، كي يملك على بيت داود وحتى يتمم النبوات. طبعا جميل أنه نوقف في نفس مكان البشارة في البلدة القديمة من الناصرة في كنيسة البشارة، حتى ندرس مع بعض وحتى نكتشف مع بعض، حتى نختبر محبة الله الرائعة للإنسان، ونكتشف هذا السر العظيم، هو سر التجسد، اتحاد اللاهوت بالناسوت، وأن يقبل ويرضى أن يسكن مع البشر ليقدم خلاص كامل.